نوران مرت بظروف صعبة بالعمل، ما أكثر موقف مشابه تخاف يا أن تمر به؟ بخاف أنه أقرب الناس لإلي ما يوقفوا معي. إذا بإمكانك أن تحضري معك غرض أو قطعة من حقبة الأربعينات ماذا تكون؟ أكيد رح أختار الجراموفون أو الفونوغراف، ما بعرف أي منهم كان بالأربعينات، لأنه أحلى شيء يعني واحد يسمع موسيقى على أسطوانة هيك. كتجربة تمثيلية أولى، كيف واجهتي التحديات؟ كان في قلق أكيد، بس كان في كتير حماس وشغف، يعني كانوا عم يعملوا توازن، فهي هيك تجربة استثنائية كانت. أول كلمة قلتيها لنفسك حين قرأتي النص؟ قلت يا حبيبتي يا نوران.